بها التي يعني أنا صلت نفسي للقسم موجبها مقتل عبد الله قائد عبد الله، وهو يعمل لدينا عامل، حيث نحن في المحل 5 عمال. كنا جالسين في المحل، كنت أنا جالس في زواه وجالس في زواه. صاحب المحل عبد الله السباعي، واحد من العمال محمد الحميدي ولا دليل قربه، تم ضربه من القلة اللي كانوا متواجدين في المحل. في بعضهم ضربه بالكهرباء وفي بعضهم بيده. أنا واحد من الأشخاص اللي ضربه، سواء كان باليد أو بغير اليد. دليل شوي محمد الجربة، العمر 21 سنة. عبد الله حسين السباعي 25 سنة. محمد عبد الوهاب محمد الحميدي 24 سنة. منير القائد عبد الله علي المغلس 25 سنة. وليد سعيد صغير سعيد العامري 37 سنة. تم التحقيق معهم جميعا بتعاون مع الزملاء في المنطقة وجميع المناوبين في هذه الليلة حتى الصباح. تم استدعاء عقال الحارات والإثبات محاضر مشهودة من قبل.